ما تقولون في رجل قال ليس هناك فرق بين سني وشيعي بل كلهم مسلمون، وهو مفتي في إحدى ديار المسلمين حيث أنه أجريت معه مقابلة في إحدى المجلات منذ شهر ويقول حرام علينا أن نقول هذا سني وهذا شيعي، فهل هذا الكلام لا بأس به أو ما ترون فيه؟ والمجلة هذا كلام فيه إجمال خطأ، فإن الشيعة أقسام ليسوا قسما واحدا، الشيعة أقسام، ذكر الشيخ الثاني أنهم 22 فرقة، هم يختلفون، فيهم من بدعته تكفره وفيهم من بدعته لا تكفره، مع أنهم في الجملة مبتدعون، الشيعة في الجملة مبتدعون، وأدناهم من فضل عليا على الصديق عمر فقد أخطأ وخالف الصحابة، ولكن أخطرهم الرافضة أصحاب الخميني، هؤلاء أخطرهم، وهكذا النصيرية أصحاب حافظ الأسد وجماعة في سوريا، فالباطنية الذين في سوريا والباطنية الذين في إيران والباطنية في الهند هم إسماعيلية، هذه الطوائف الثلاث هم أشدهم وأخطرهم، وهم كفر، هؤلاء كفر لأنهم والعياذ بالله يضمرون الشر للمسلمين ويرون المسلمين أخطر عليهم من الكفرة، ويبغضون المسلمين أكثر من بغضهم الكفرة، ويرون هل السنة حل لهم دماؤهم وأموالهم، وإن جاملوا في بعض المواضع التي يجاملون فيها، ويرون أن أئمتهم يعلمون الغيب ويعلمون أنهم معصومون ويعبدون من دون الله في الاستغاثة والذبح لهم والنذر لهم، هذه حالهم مع أئمتهم. فالرافضة الذين هم الطائفة الناعشية ويقال لهم الجعفرية ويقال لهم الآن الخمينية الذين يدعون إلى الباطل الآن، وهم من شر الطوائف، وهكذا طائفة النصيرية من شر الطوائف، هكذا طائفة الإسماعيلية، هؤلاء باطنية في الباطن، يرون إمامة الصديق وعمر وعثمان يرونها باطلة، ويرون الصحابة كفار ارتدوا عن الإسلام إلا نفرا قليلا منهم كعلي والحسن والحسين وعمار بن ياسر واثنين أو ثلاثة أو أربعة من بقية الذين يرون أنهم يوالون عليا فقط، وأما بقية الصحابة فعندهم أنهم مرتدون قد خرجوا عن الإسلام وظلموا علي إلى غير هذا ما يقولون، نسأل الله العافية، مع ما عندهم من الغلو في أهل البيت ودعواهم أنهم يعلمون الغيب وأن الواجب إمامتهم وأن هذه الإمامات التي بعد علي وقبل علي كلها باطلة، وأن ما عندهم ولاية حق إلا ولاية علي والحسن فقط، أما الولايات اللي من عهد النبي إلى يومنا كلها باطلة عند الرافضة، نسأل الله السلامة. نعم، المقصود أن الشيعة أقسام ليسوا قسما واحدا، ومنهم الزيدية المعروفة في اليمن عندهم التفضيل، ليسوا بالكفار إلا من عبد الأوثان منهم وغلى في البيت ودعاهم من دون الله، أما مجرد تفضيل علي على الصديق وعلى عمر لا يكون كفرا ولكنه بدعة وغلط، الواجب تفضيل الصديق ثم عمر ثم عثمان على علي، علي هو الرابع رضي الله عنه وأرضاه، هذا هو الحق الذي يجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فالذي يفضل علي عليهم يكون أخطأ ولا يكون كافرا، وإنما الكفار منهم الرافضة والنصيرية والإسماعيلية الذين يغلون في أهل البيت ويعبدونهم من دون الله ويرون أن عبادتهم جائزة وأنهم أئمتهم يعلمون الغيب إلى غير هذا ما يقولون، نسأل الله السلام. فالحاصل أنهم ينظر في عقائدهم بالتفصيل، ولا يقال الشيعة كلهم كفار، لا، بل فيهم تفصيل وهم أقسام كثيرة. نعم. طيب وحجهم إلى بيت الله الحرام يعني كيف يتم بناء على هذه العقيدة؟ لابد الله في أمره في المستقبل، نسأل الله يوفق الدولة لكل خير ويعينهم. نعم. معروف يعني يرون الصديق كافر، يرون عمر كافر، يرون عثمان كافر، يرونهم ظلموا علي ويتهمون عائشة إلى غير هذا من عقائد باطلة، نسأل الله العافية. هذه ورقة حق السويد حق السويد. لقد سمعت من سماحتكم، نسأل الله الهداية لنا ولجميع المسلمين، نسأل الله. مقصود قول من قال إن لا فرق بين الشيعة وبين المسلمين، هذا قول باطل خطأ، الشيعة فيهم تفصيل لا يجب أن يقال أنهم كالمسلمين وأنهم سواء، هذا غلط، بل فيهم تفصيل، هكذا الصوفية أقسام فيهم تفصيل.